السبعينات والستينات والثمانينات والتسعينات عشان ترتكز على محافظة متميزة. القوات الأمنية البطلة في مديرية الشرطة بمحافظة نينوى لتعاونهم في إقامة النشاطات والفعاليات الرياضية. وأيضا درع خاص لمديرية تربية محافظة نينوى. من الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى اجتماع للهيئة العمومية لكافة أندية ومؤسسات العراق. طبعا هذا الاجتماع يعقد في قاعة فالنسيا، سيتم خلاله التحدث عن التقرير الإداري والمالي وكذلك توزيع الدروع والجوائز للأندية الفائزة وكذلك توزيع الدروع والجوائز على بعض الرواد والأبطال الرياضيين. نتمنى التوفيق والنجاح للكل. نتمنى لكل فرقنا الرياضية المشاركة في هذه البطولة، وحقيقة غدا تنطلق هذه البطولة على ملعب غابات المخيم الكشفي في محافظة نينوى، ونتمنى لكل هذه الفرق الموفقية والنجاح. الحمد لله والشكر تم حضور جميع أندية العراق إلى محافظة نينوى، ما يعادل 87 نادي، وسيتخلل هذا المؤتمر اختيار اللجان الفنية والرجال الإدارية للاتحاد المركزي وبحضور جميع أعضاء الاتحادات الفرعية وبضيافة السيد محافظ نينوى المحترم. كل الشكر والتقدير للسيد محافظ نينوى. أشكر الاتحاد الفرعي لمحافظة نينوى والاتحاد المركزي على إقامة هذه البطولة، بطولة المحبة والسلام للأندية في المسابقات الطويلة. وبالنسبة لنادي مصاف الشمال، نادينا إن شاء الله جاهز إن شاء الله للمنافسة غدا، وجينا ان شاء الله هم لين نستلم الدرع الموسم السابق، درع اللي حصلنا على جائزة الثاني على العراق، المركز الثاني على مستوى العراق.